السلام الو، عليكم. حياكم الله. حياكم الله سماحة الشيخ العبادي. اهلا سيدنا، حياكم الله. حياك الله سماحة الشيخ. انا عذرا ان كنا ايقظناكم من النوم. نعم تفضل. حياك الله شيخ. انا موالي من مصر، واحببت ان انا اسلم عليك وصديق معك على الصفحة. حياك الله، مية هلا، اهلا وسهلا. حياك الله شيخ. هل انت مشغول الان؟ نعم مشغول الآن؟ نعم الآن. اي والله مشغول، طيب أعتذر جزاكم لك يا الله. شيخ، بس كنت أريد دليل على تنصيب الأئمة الاثني عشر من القرآن بما أن حضرتك مشغول. اي والله ان شاء الله من يصير مجال. والله في مجال الآن، قل لي بس الآية كذا أقرأها الآن، لأن والله معي الآن ناس جلسة معايا وكانوا ينتظرون من حضرتك الإجابة والله. ففي آية في القرآن الكريم على تنصيب الأئمة الاثني والله عشر؟ اعتذر، ممكن تستعين بأي شخص أستعين آخر بصديق؟ يعني. أستعين بصديق؟ نعم ليه يا شيخ؟ هو انت جزء من استعين بأي القرضاحي؟ شخص. لا، انا عايز من حضرتك دليل يا سماحة الشيخ، يعني لو في دليل من القرآن على تنصيب الأئمة. اصل كده يا شيخ ابناء العامة حاليا كده مشغول، بيقولوا لنا جزاكم انتوا لا الله يوجد خير، عندكم جزاكم الله. أدلة. افا سكر نعمل معاكم ايه يا معمم الشيعة؟ نعمل معاكم حاليا؟ لا، استعين بصديق، استعين بأحد غيري. امال انتوا بتعملوا ايه في الحوزة؟ امال ليه بتطلبوا من عوام الشيعة الخمس؟ امال لماذا تطلبون من عوام الشيعة المتعة؟ لماذا تأخذون أموالهم وتستبيحون نساءهم؟ لماذا يا معمم الشيعة؟ وما نيجي نسألكم استعينوا بآخرين. الله المستعان. وماسك الولد اللي يشوفه ماسك الكتاب وفتحه كده في المكتبة، يعني أكني بكلم آية الله العظمى. كان معكم شيخ الشيعة المسمى بالعبادي أبو حيدر. الحكم لك أيها الشيعي العاقل.